لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه. إن شاء الله تعالى وحنكب الله بنا آيات وقلت الضبية طبن إلى آيات وقل باتني السقال آخر السورة وسورة برا غزوة تبوك تدكي كهري ونبقى أن الدولين واكيك للنعية هايين لباتة بدن بالغة لكم غزوة تبوك مركز دكي منافقين تاها ولو عدو بداري نبقى وعدو بداري صدح سحابي ولا دبل جاي باشرة والنبي يقول ولا كون هم بيشجعين صدح دي يا لقتوا بعض بلي وحنا الوعد في نبي الله محمد المهاجرين تأنصار في دول ما تسمى يسي ونيجوا واحد بأجله ما هو عدين ساتاسي إن صدح ذنو عدتك ولا له ذل مديهين وإن كحومين الله عليه هاي لقد تاب الله اللي واكتوا بعض بلي ووافجيه على النبي نبي الله محمد يو المهاجرين كوي مهاجرين تاه مقعودها سيهجروا دو أسر القوض الرياض مكادها يو الأنصاري والذي النبي أقرقاتي والنبي الدجيسي الذين أنصارتي يو مهاجرين تي اتبعوه النبي الراعي في ساعة العسرة لبك ساعديسي يعني وصفة موصوف الليلة في ساعة العسرة ساعدي لبك بالنيت من بعد ما كاد انتو سيغي كذب انتو كل والي كذب يزيغ إنه اللحظة قلوب فريق قيد قلبيالك وضمينهم كمدة الله سوى التفقب ثم تابع عليهم وكتب أقبلي وحي غرك أقارين إن النبي كهران مرك الله باتوه وفجيه وكهر واين إنه الله سبحانه وتعالى بهم تدكا وكتب أقبلي رؤوف في آدو نحريس بدن وي رحيم ونحريسة والله بدن نحريسون رؤوف يرحيم ونحريس رؤوف كحيل دير مرك نبكي أي كبقيين way ka nabad galeen waxay rabeen way heleen qadwo sabo ka sida xaaladu ahayd waqti dibada ma la duulay oo kulayl badan jiro saadku aad buu yaraa biyuhu waa yaraayeen wadadu waa fogtahay heer waxay gaareen dhowrkiin inba ay neefkeela ay ku mugeystaan waxa kale oo la gaaray xabad timir in saddex nin ama afar nin ay ku biya cabaa inta mid ka hor muusado ka kala dhiibo ay laf noqoto markaa u dambaysa heer waxay gaareen awrti ay wateen ay u smiirtaan intay gowracaan والنبي قال له تقول لي يا رسول الله قاريت ويرانا يا ماذا لنا بريد انتو النبي قال له بريد خوفك وكدا يبيه وحول بكر دار سنين هير كاسا لقاري النبي قد قال مقالين وصول نخد مركة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مدينو يلي مركة مدينة مركو يمددك متخلفين تاها اما الهرمي ها هادان اما كوي كلا منافقين تبا كسو دك دقي بركة الله سبحانه وتعالى النبي وحل ليه وعلى قطوبة اقبالي دنبي مقالين اذا كي منافقين تا اذني يا للي هو لغة توبة أقبلي ويعني هذي إذا كلفتي سفكرات بيها دي وحشي رأيها هيد مهاجرين تأيو أنصارتنا وحال لغة توبة أقبلي قار بضنبا وحي كوب فكرين لبكن مبلح كرتيني إسكاقهر بي كوب فكرين قار بضنبا سيدا كوب فكرين مثلا نك أبو خيسما اللي يرى بيرتي سيو بسلاتي ووحو اللي بكويا اللي انت مير بوتاقي قيد هوسي بي قبر دي حاسكي ساهي يا أره الشيسي وفريسي تمير قيونو معانا ويوكانتي كبار قروح بدن نوايا هاي مركز سويري مجيت كنا ممراهنا مراحدنا نبي محمد لما نبلوه بحي لينا نتشوقي نهاشي سيقو هالكي كاكوار يستي نحدا مركز سيس على نبي وفار كي لان دمان قال ليه ادمودين السيدة اولو ليه كون ابا خيسما بويل ابا خيسما اهو الهي ذنك وابا ابا خيسما لفتيسي وقت قادبك بدن ويا مركز واحا لقد الصحابة لقد توبا اقبالي وفترد دي اي كوير فكره إنه دباتدي أي قلب قسيم وين مركي دمسه أي وضبحين لقد تاب الله اللي واكته وأقبلي ووافقي على النبي نبي محمد ها إذن كيو منافقين تأذني لوكيل إلى عفو الله عنك لما أذنت لهم والمهاجرين والأنصار مهاجرين تأساتنا اللي واكته وأقبلي وفكرته يرخل دناء كسور دعي الله وكرنا في سبحانه وتعالى الذين مهاجرين تي أنصارتي اتبعوه نبي الراعي في ساعة العسرة تعدي لبك بدنيت ساعد وحلول يه مال ما يأهينه وبالكلوات ما يأهينه وقت يجي لبحه يبى ساعد يقول لبنايده أنت صومرتي من بعد ما كاد أنتو سجاي كذب يزيغ إنه الله قلوب فريق قيد قلبي يالك ضمينهم كمدة ويكون فكران إن النبي كهذا ثم تابع عليهم الله وكتبه وأقبل يوم ووافجيه إن النبي كهذا عن الكارم إنه الله سبحانه وتعالى سدي سبع بهم ضد كاس رؤوف كون حريص ورحيم naxariista uu naxariistay waxaa kamid ah waxa weeye khaladaadkii ayna gelin ee nabiga ay garab qabteen
وعلى ثلاث صدح دينا الله وكته وأقبلي الذين صدح دي خلفوا للدبدقي دبدقا سماها دقالك أي كهرين ماها وصدح دي أمر كودا للدبدقي حتى إذا ضاقت إلى إكجعي لي لينتي عليهم تشهد على الأرض للك كعي لي بما بربحها مع روح بها يلا واسعة يكعي لي لينتو ضدك ونبي قرنوايين إذا إلا هلا بيوايين باشي وكعام وعبسية عليري هو ضاقت أي عليلي عليهم دوشها أنفسهم نفطوا ذا عليلي وفكرة يكون نقاقان يوايين ما قرابة دي بيوتها ما نبي يكون نقضان الله قولين حقيتها نفطوا ذي بعليلي انتي وظنوا وحي أقادين وملايين ما لها وي عقيدين وي ظنوا مرمر وعلمي مالك وي عقيدين ألا ملجاء أنه حالي يشاني ألا ملجاء مكانه مقنقل موجودين آهين من الله ألم ملغا مقنقل إلا إليه ألا حقي سموياني ثم تابع عليهم الله وكرته وأقبلي ليتوبوا إني توبة كينا مركة تابة ظهر تابة علم وكتوا بعض بل وحوي ووافجيه ليتوبوا ساوي توبة كينا إنتو ألا وافجيه من توبة كينا إن الله الله سبحانه وتعالى هو التواب كتوبة أقبلوي الرحيم والنحريستة صدح دان سحابي وحياهين كعب بن مالك إيو مرار بن الربيع إيو أمية إيو هلال بن أمية صدح دان نبيهين ويكهل المركب فرصد بيوايني منافق نما او غماهرين مركو نبي سو نوقدي منافقين تي ويو تاغان نبي الى دولي سيده تو ويو دارين مركا كعب بن مالك او غو دلن يران مو لبد كلا مركي هور او هورتيمد waxa weeye runtii ba u sheegeen ina wax u dar aanay lahayn abarkiina allah la la shubiye waxa la idin ku taliya iska tago ku yili kacab bin malik ba yimid ya rasuulullah nifasa habadan baan ahay buul inaan been ku sheego oon halkan kaga baxo aad bay igu sahlan tahay buul laakiin de ilaahay baan ka baxay buul hadaan been sheego marka wax cudur daar ahoon lahaa ma jirin buul oodan baan ahaa gaadiisii wax walba wanaaysay marka nabigu wuxuu leeyahay ama hada faqad sadaq wala kan rubu shari orod iska tag buul bal wixii allah idin ku xukuma la arkay waxa weeye qaraabadiisii ba hareeraha ka raacday waxa la yidhi war maxaa ku dadkii loo wada kufraan dalbay nabiga ducadii sabab kugu filayn wuxuu wax sidan yeelay oo igu horeeyay ma ogtihiin laba nin baa sidan yeeshay oo waa kuwe maraar bin rabiic iyo hilal bin umayy alayhi wa laba lagu daydin sidee bay ku tageen waxa amar lagu bixiyay in la la hadlin oo juuba loo oranin magaaladii sidaa u dhexmarayaan illa hadlay samalay abu qatano ila deerka abu ka'b bin malik maalin beerta ugu tagay beertii buu dhacay oo assalaamu calaykum buu laba hadal uu la hadli waayay uu ka sii jeedsaday uu ka soo dhacay maalin maalma ka mid ah isagoo suuqa socda nin boqorkii qasaan ka yimid warqad la ordaya boqorkii qasaan warqad la ordaya waa ka yimid nimu soo diray wuxuu war kacab bin maaligo waan maqalay saaxiibkaa inuu ku gooyay ilaahay kuguma qabanayna noo ima anaga waa nimankii nasaarada ahaa markaa warqadii buu aqriyay qoraalkaana qiinay buu yidhi alayna sanaafa balaayo kala abuu afartan habeen markay joogeen baa amar waxaa lagu siiyey inay haweenkooda ka dheeraadaan oo aanay u dhowaanin marka hilaal bin umayya gabadhii xaaskiisa islaam bay ahayd waxay tiri hilaal bin umayya nin dadka ku jiro ma aha dabka inaan u shido biyaha u dhaamiyo mooyaane ma noolaan karo la joog baa lagu yidhi marka kontan habeen markay buuxsantay salaada subax markay la tukaday baa kacab bin maalik oo meel iska joogay uu dhawaaq maqlay dhawaaq buu maqlay wuxuu yidhi waa laga tooba aqbalay abshir minagu soo orday cabu wax ka soo day kii soo orday baa durba u yimid wuu raacay nabiy ilaahi maxamed oo faraxsan markaasuu u bishaareeyey nabigu waxaa u soo booday dalxa bin cubaydillaahi baa soo booday muhaajiriinta ka mid oo dhunkaday u taaniyeeyey weligay may iloobin buu dhiminta kacab bin maalik wuxuu yidhi waxaa iga ballana inaanan weligay been sheegin xoolahaygoo dhanna aan wada sadaqaysto taasaa iga ballanin marka saddexda saxaabiya laga tooba aqbalay waa saddexda nabigana waxaa loogu cadfay inay saxaabada la mid yihiin oo inay dembi kale lahayn baa loogu cadfay وعلى ثلاثة صدح دينا وعلى قتوا بأقبلي الذين صدح دي خلفوا للدب دقي كعب بن مالك الدب دقي على الدب دقي دقال كان مكهر من ما هو التوبة يدي عذر دار كي يجي للدب دقي ويان بون حتى إلى ضاقت إلى كجعلي دين تعليم دش وضع الأرض دول كو كجعلي دين في مار رحبة أنت واسعة كذي بعد الرحب بها أنت واسعة كذي دول كي بلارنا ومال والبخيار كذي مري شيلين بالمال والبكبقيان وعلها الله يسيع عد وحط رئيس من نشرين وضاقت وحا كعليليتي وي عليليدي عليهم تشهد نفسهم انفسهم نفطودي با عليليدي نفط لفتي با عليلي جلس وفكرت كسو اي كو دقاقي لهي وحده سوره قالوا ما اها نبي قومه تجي كرا
guriga iskama fadhi kara dadkii qaraabada haday la hadlan la yeeli ma insha Allah si ay yeelan bay waay wadannu waxay ummalayeen oo caqiideeyeen anu xaal yeeshaan ilaa maljaa makaanu magangal min Allahi Allah laga magangalay mawjuud inuu nahay illa ilahi Allah mooya yaani meel kale loo codama jirta thumma taaba alayhim Allah waa ka tooba aqbalayo toobadii buu waafajiyay liyatuubu saabu tooba keena ficiliyana ugu tooba keena uu ka tooba aqbalay macnaheedu waxa weeye Allah uu waafajiyay liyatuubu saabu tooba keena ficilahaan ugu tooba keena إن الله الله سبحانه وتعالى والتواب كتوبة أقبلوي الرحيم أن حريصه يا أيها الذين ذاتك مؤمنين تاهو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ألك بقى وكونوا أهذا مع الصادقين كور هم تشيق معوض هذا حزب هم تشيق معوض هذا تقوى دمكي قون الله شيقه وامتثال الأوامر واتبان النواهي وإن واهدين لقدر أوامتين لليمان هذه ضعال قد بدرنا taqwadu waxay noqon xumaanta iska ilaalinteeda daacaduna waa khayrka samayntiisa marka kuunu mucashaadiqiina baa leeyahay munaasabad yar bay leedahay oo saddex laa saxaabi waxay ku nabad galeen runtii ay sheegeen marka ku baraarugsanaad oo dadka runta sheegaya kooxda ru sheegayaasha ku biira marka waxa leeyahay dadka runta sheegay waa kuwe waa si guud waxa la wixii qowl iyo ficil iyo niyaba ku run sheegaya oo iimaankoodu run yahay kuwa raaca oo muhaajiriinta ansaartu horgal u yihiin يا أيها الذين آمنوا ذكر مؤمنين تاهو اتقوا الله لك بقى الضيعة أوامر تنقاتا حمان تنسك الداية وكونوا هذا مع السابقين كونوا رنت شاقة معونا حزب قال رشاقة أهذا رنت واكي النبي عليه الصلاة والسلام وحوي رنت وحيكوها نونسا روحا كد ذالي لفنت وحيكوها نونسا بر إحسان إحسان كنا جندوا قيا قفت كمزيو لإنو رنت كد ذالي إلى عند الله صديق لغا قرب رن بدني بنتنا وسيدة ديت كيدو قفكم بنتو فجور بيكوهن ونسا فجور كنا ناربو قيا قفكم بين آلاء الدون كادو يهو بين بدني يهي كذاب عند الله يتيس أوقران اسكيل علي علي بنتو وهير سري إن الله لا يدي من هو كاذب كفار قال لماذا أكتالا بنتو قال لماذا أكتالا وحي كيرين الله شيغو ما كانوا أما صغنا أما نبنانا أولان أما أهل أهل المدينة مدينة ذات كدقن يومان حولهم كوها رير هودا ومن العذاب الشرمية أن يتخلفوا إني كذب دعاء نبيك وضحي عن رسول الله رسول الله كذب دعاء ولا يرغبوا إني جعلادان معها بأنفسهم نفطوضا عن نفسه نفسي سكت جعلادا والنبي الله محمد ضحي وقرح إيا الدبيل إيا أون إيا الرفاد إيا الصعد أي كل يهين إنه يسوق مدينة إسكاقر راح يسوق وسيدا سيالين لي نبيك وإنه نعيب نفسي سيبوا راحين إياه نبيك إنه كعنا مدينة نبيك إنه كان نعنا لي هنعنا لي نبي عرب كاس ريمي قال مدينة أقدر جنيد وريم زينة إيو فيا أشجعي فيا أسلم إيو فيا غفاري نمن كاوي بركة غير مدينة يدك عرب توه مسلمين توه ميلها تيجو قينون معها إذا ما نسقنا إن النبي قال إن تنا عدان والنبي قال نبوء غلاتان إذا كوا أثر حي ستان ليش بكم تتسألي بركة هرب وحبي سوق اللي كلام معها ما كان وما سقنا وما نصوبته لأهل المدينة مدينة دت كذا يومن حولهم دت كهريره وضع ومن الأعراب الهرمية أن يتخلفوا إني كذب لعان عن رسول الله رسول الله نبي وضحي إني يقول راحستان ولا يرغبوا إني النعان معها إني تعلادان معها ولا يرغبوا إني تعلادان معها بأنفسهم نفطوضا عن نفسه النبي نفسي سيكج علادان ونفطوضا قال يا النبي نوو قلادان إخفاء ذلك محاسدة لوليها والنبي هكاها دين لوليها لأنهم بسبب أنهم يقوب لا يصيبهم كل عمها يصيبها ضمأون أون أما هرات ولا نسب دال ولا مخمصة قاتشو في سبيل الله إلا ذات أقول عميسو ولا يضعون كل جوكس المهيان وقود بالمهيان واديا تب موضعا مكان جوكسي مكان جوكسي لأسو يغيظ الكفار قال هذا عرقلي إلى المركي اللي لعنك هل كانوا صوص عرا وإذا كسو دويه ويكعرون يعني ولا ينالون مقاسيان من عدو عدو نيل قاسين ورباتكم الردان إلا أسدى يلاس كتب لهم ولو قري به عمل كسبب تيسا عمل عمل صالح ونفسا وحوي انت هنا الدقال في بقالين نبقى انا هنا كهر المحاء والصببة هدي هرادان ويدالان وقاتشوضان ورل فربادان انت يقول قال هذا كوريان وكل وادان لبعثة قال هذا وقيسان كل وحا صوردان والوقري هدى جهات كيبا لما قالين حبتي قولي المدعين مركز سيدة عدرت هنا نبقى انا كهران معها وكي نبقى عليه الصلاة والسلام دادو حاكي لولا لهنا ومدينة انا كهرين ولبعثة انا هيستا إيو ماشا إنو مرهبا إنا لا سعودة واسيدي بود نيادي إنا قال سعودان بود ملك أجريكي كواسي ليهين أجريكوذو والله حق أجريكا
مباشرة بفضل الله تعالى كوا نيادو دا في عنا صالحة دا وهذا واحد سمين كان الله يسمين الله يان يا كوا بحي لقال أجر دي لكن مباشرة دا إليك أجر بطابة سورة قال أي لا مباشرة دا الله فليه سبحانه وتعالى ذلك كهار الآن تاسي ذلك دو هل كاسي يكون نغن لأنهم بسبب أنهم يقو لا يصيبهم أصيب ما يكون عمها يضماء أون هران ولا نسب دال ولا مخمصة قاتشو في سبيل الله ألا وددي صدرت أقول عمش ولا يطعون كجوكسن ما يان موضيع المكان جوكسي موضيع أسوى يغيد عرق لي الكفار قالب إلين ما يلفق قارنا مركي كتشوغان آدو عرون ما يان قالب آدو عرون ما يس مركي لغو شو كوريو لسود الشوغ وامالي انتا إذنو الكسير مريان كل قالب ويوان عرق لغو شو دواني ولا ينالون مقاتسيان من عدو العدو نيلا قاتسين أي لب قاتسيان نيلا توا أصيب دوي ما أصيبان إلا أنت صورنا يلا كتب اللهم وحلوقري به بسبب هذه الأعمال أعمال سبب تاذا عمل عمل صالح ونكسا إن الله الله سبحانه وتعالى إحسان كيس الله يضيع مهل ذاتي أجر المحسنين قوة سما فلا أجر قول طلاب هذا أتغادي في أمك كقبنية ألا ما كنت وانقليني وأدوى هذا قرن كرين أمك كهية قاتشة كهيسا يدبات هذا قادي الله بأود الديوان قلينه الله إن يربها أهتي قدر أن ملتين الله قد ضيع عماية سبحانه وتعالى قفة محسنة مركا أدوك السماوي إحسان كلا إمو الله فاقوب إلى تري إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع مهل ذالي مبايل هي أجر المحسنين مركا قول الله مجاهدين النبي الله محمد الله سعطة يا مجاهدين كستو أجلتا يا عد كستو الدين توحطرتا ومحسنين الله باقو حسابنا ولا يوثقون مبحين أيان كوا النبي الله سعطة نفقة النفقة صغيرة نوير جلاس نوبي ولا كبيرة مدوي أو بقلالة ولا يقدعون مجويان ومجدبان وادين تج مجدبان إلا مجدبان تكتبه والله قري لهم يقع عمل صالح الله قري وهي الله قري له قال لك داي وهو فربذا أو فربذا أو فربذا ويان محو الله وحاسودا أقول قري ليجيهم إنه أبال مريه الله الله سبحانه وتعالى أحسن ما شيء كقول عشان كانوا يعملون كوا عمل فلا الله سبحانه وتعالى وتليه قال دي بالسيف التفسيرية إن النبي كه دان ما نبي أبو حي الرفاتن مهاجر وح الله وح عبد حسان مهاجر هذا سليم بها هذا أما كمانكم ها هذه تجي عبد مرتان وجد مرتان فرق قيس ده عدو جد بام ب عمل صالح اللي دين فقرية اللي كم بقولي قال دي قال مركين أت كه دان مش كم تبتلي ولا ينفقون مبلحين يندد كاس نفقة النفقة صغيرة رجرا أو جبنا ولا كبيرة مدوين مبلحيان ولا يقدعون مجويان ومجدبان معناه وادين تب إلا يجدبان كتب اللهم وحلوه أجر كبير يا عمل صالحة ما الله أجر أقوك ولي وصعد كوداسي وحاسودا الله بأوي حساب يوه ليجزيه الله بأوي المريوية الله سبحانه وتعالى أحسن ما شيك أقونا سن كانوا يعملون كوا عمل فلا وحي عمل فليك أقونا سيدة أقونا سنبو الله كوا بأوي المرينة وأقول الله بي وما كان ماءها ومن صوبته المؤمنون والمؤمنون اللي ينفروا إليه بحان كافة دمانتو فلو لا نفر هلا نفرهم حيقوا بحوايين وتحديد بالليلة هلا نفر هب حين بيكاد يقنتهي من كل فرقة كوح والبؤمن مياك مذا ضائفة قيب ليتفقه هو صاهر إليه فهمان في الدين دين تفهمان والنبي قيل لك شوغان ولينذروا إليه الدقان قومهم قوم خذ إذا تجعوا وحبران إذا تجعوا إليه آيات وحيت المامسة آيات ذي هرية هاي مركي بحر اللي ده كل انفروا خفافا وثقالا بدنا وحال اللي دتكو ياري وضبحين قريب كبدها بحان مركا اسمنا سخينا آية داس وحيه مركي النبي بحيو يسابو بحيو عندي دقائق كتهرس عليك كده انت مركو النبي بحيو عندي بحي سهب بحي ماشي انو حوي هدانو النبي بحيو لنضد ديري نبي يالا عدلينين هلا لسي تشوك قيبين هب بحد انت سي تشوك تاي علمي بيسيب بران مركا علمك يسيب بلن وحي النبي وحيه النبي كسو الدقي قولة دي دلمات كم قضي مركي صون غضان يو شيء انت علمك هيد وانتات مقرية علمك هسا سوكر لك يين دقونا يا مركي سيدا سا اوقف عنو اللي اوقف السيرو ومعنها وحاسيدك اللي سيلو بكرتا قولة دا النبي قبح دي قولة مركو النبي بحو قولة دا راعدي با علمك سواب بلن كوي سيكو يوغي مركي كسو نغضان بي بني لكن سيدا هوري بي مفسرين تو اوبدنيه مركي آيات دو حاسيب توصل لغا قراني إن لو باهاي هاي واجب تاي إن لفهم الدين أو فقه لو باهين فقه هو فهم الدين لفهمين وين مركب فهم الدين الشرح بيقول باهنتين علماء الإسلام آد بيقول شرحين البيت القرآن ككريم كنبي الله محمد باشرحي عليه الصلاة والسلام وكي أحمد بن حنبل لها
كمانكم حديث بو يقينيو هل حديث صحيح او القران كد خليني ما جيروي وها شرح داي مركه الصحابه دي با شرح داي تابعين تي با شرح داي تابعو تابعين تي با شرح داي علماء الاسلام فقه بي انوغه سو دخ سارينو وخي معاني اها بي سو خوريين الامام الشافعي ابو حنيفه ايو ليسكو سو دبريدن مركاس اينو سو دغر وخي شرحان او وخي خلاف سنا يا وخي او كلي ليسكو خلاف سو واخ ولبو سو بنان دغين مركه خلاف كا فقه غا اه وها لا راعيا ميد كنسكو وخو بدن يي وخ اديغا يعني هدي شيخي يا شيخي شيخ قري اديغو بالمثل مذهب الشافعي والله هو oo la hubay inaad shaafiiciye tahay hadii de laga xog badan yahay waxa weeye shaafiiciye waxbuu tarimaysaa inaad tidhaa shaafiic baa hadal kisa ku raaci wuxuu sheekuhu yiri wuxuu yiri idaa saxal hadithu fahu madhhabihi marka hatta sheekuhu markuu dhintay hadithkii fikradiisi ka hor imanaya kaasuu qabsanaya sheekuhu la raaciya way marka diinta fiqigeed iyo barashadeedu waa waxa in dadka qayb kamid ah waa fardhu kifaaya in dadka qayb kamid ah diinta barato oo u xereeyaan meel walba u maraan kadibna ay dadka baraan oo dadkii ku soo noqdaan marka kulli daayfatinta la leeyahay firqo walba waa intii magaalada degan ama intii isku xaafad degan ama intii isku qabiilaha isku arina waa intaas loo jeedaa weyn cilmigu markay halkaas taagan yahay qaalibul cilmiga waxa weeye markuu wada qaado isagoo cilmi doonaya Allah wuxuu u furaya wadadii jannada ninkaas wada janno hayaa markaas malaa'ikuna garbeeda sida uu dulligayo raalika oo u duceyn qaalibul cilmi ciyaar maaha waxa weeye ifaasal dinka caalimka ahay hadu faraa'ish ma yusunanta una tukanin oo faraa'ish kale intu la yimaada dadka cilmiga baro ka caadiska oo jaahilka kana ka fadli badan waxa weeye xutaanka u ducay xataa xuudka iyo khalqigo dhanba u ducayni qofka dadka wuxuu sheegayo way wama kaan uma sugna umana banana almu'minuna dadka mu'minuunta ah liyanfiru inay baxaan kaafatan dhamaantood inay baxaan ayadu waxa kale jawaab u ahay markii tabuka laga soo noqday dadkii tabuka ka hadlay dibkii qabsaday markii la ogaaday ya kulligood waxay ku wada tala galeen reer Madiinada oo dhani inay baxaan bay ku wada tala galeen markaas ay leeyeen sida ma aha hadii nabigu uu cod diro qaybaha ku soo hadho cilmiga ka sii qabata liyan firu inay baxaan ma aha kaafata dhamaantood falawla nafara halla nafara may baxaan yaani hab baxaan bay macna ka dhigan tahbiid balig waa tirtir sawil falawla nafara halla nafara may baxaan min kulli firqatin koox walba oo minhum dadka kamida daayifatun qayb may baxaan oo haday intii hal qabiila ama intii saaxiib oo meel joogta ama intii isku xaafada liya tafaqahu inay fahmaan fi diini diinta fahmaan oo bartaan oo nabiga la sii joogaan waligeen duru inay u digaan qowmahum tolkood kuwa duulay hadda oo baxay idaa rajucu ilay markay u soo noqdaan laaluum yaxdaruuna inay u digaan baa laga yaabaa laaluum yaxdaruuna si ay ugu digaan kuwa dibadda ka iman yaa u digay kuwa dibadda ka iman laftooda cilmi hor lay wataano waxyaabaha ay soo arkeen iyo mucjisadkii arkeen iyo nasrigii Alle u gargaaray iyo siday gaalada uga soo xogeysteen iyo waxba ay la kulmeen iyo qudhood waa aragnimadaas ay wataan soo kordhinaya lacalo yaxdaruuna si ay ugu digaan way oo kuwa fiqiga bartay baa u digaya kuwa kale yaa ayuha alladina amanu dadka sharafta lahow Allah subhanahu wa ta'ala magacyaha fiican buu inoogu yeeraya iimaanku ciyaar maaha Allah baa iimaanku ogolaaday markii iimaankaagu sax yahay ila dhowri 80 aayadood baa yaa ayuha alladina amanu ku taala قاتلوا لا دغالما الذين كو يلونكم اذا لحرير او يدي سو خيغا او من الكفار غالدا ولي يجدوا ها هلان فيكم دحدين غلظه اضاي يا صبر ها هلان واعلموا اوغادا ان الله الله سبحانه وتعالى مع المتقين كو اسغا كبقي ما اودا انو يحي اوغان واتفيرت انت سيو غالدا ها كبقينا كو ايدين دو كو كو كسوكيان كو دولا ايدينكونا الله اذن لجدا سبحانه وتعالى الى ايدين كابو متقين يغ متقين ماها الله متقين تو لجدا marka waxa weeye qoladan marka aayada nabi ku soo dagaysay jaziiratul arab gacantay ku jirtay marka oo gaal iska murtado waxa weeye gaaladi meelaha joogta wax gibir ka laga qaaday carabta gibir laga qaadi jirin wax gibir laga qaaday wax soo dhibay wax muslimay iyo wax siis nabiga la galabay noqday marka gaalada marka nabiga ugu dhaweeyd waxa la yiri reer hun bay ahay ama reer deyla min la ilaahdo caraba iyay ahaan iyo gacanta soo galin marka macnuhu waxa weeye kuwa ku soo xiga inta kuwan ka tagto kuwa kale waxa laga yaabaa kuwan khatar inay la yimaadaan kugu soo dhow marka argagixisa ku rid baa la leeyahay yaa ayuha alladina amanu dadka mu'miniinta ah qaatiluu la dagaalama alladina kuwa yaluunakum idin soo xiga idin xiga oo minal kufaari gaalada ah wali yajiduu ha helaan fiikum dhexdiina gilzatan adayg iyo sabir iyo adkaysa helaan dabacsanaan yaa liidin ka helin waclamuu ogaada ana allaha alla maca almutaqiina waxay ka dhigantaha ana allaha macakum weeye iyay ka dhigantaha ila iyagan baa mutaqiinahay inu mutaqin tama codayahay u kaalmaynay wiida ma uzilay markii la soo dajiyo suuratu surad
سورة الناس وحي تهيبا منافقين تهيكورهم أما جهاد بيشيغ علم بيشيغ فمنهم منافقين تهوحا كمدا من ضدبا كمدا يقول له أيكم كي زادته وزياد سي هذه آيات سورة دني إيمان عرض إيه وحكر لسي وحاوي السيدة قلبك يدبو ليه ومنافق مجلس كي النبي قوتشوغاه سورة دمركي سورة دكتو بوحو ليه انت إيش السيدة إلا كالو إلشبين وحي كوكر لسي مكراتان واجيس ليس أي كوكر لسي مقرانيسا وحال الله واحد معنا بما لبو يسكو والينيا إذا ما أنزلت مركي لدجيو سورة سورة وحكا سبها كهذا شيء فمن المنافقين توحا كمذا من يقول قفرها يا كمذا أيكم في نبي زادته أزيادة في هذه التاني إيمانا عرض يا وحكر لسي قولي وجزير ديتم بركاسي قصر يا أفق قبنيا ما هذا هو حكيس بعنا الآن بكترنيا وحوي واسدا سوكل هذا الدين تلفتها تتسدا وجزير سي ساتيرو رجل من القرآن فوق رسالة يقولي هذا مكاسي ميسا كفر يا مشاقيس بولي كانوا حلقة يوم الحرامين وكسي الصعدة ونسبق قرنين وحوي هاي فأما الذين قوة آمنوا مؤمنوا بي فزادتهم سورة وحوي زيادة إيمانا إيمان بي زيادة وهم يقولون يستغفرون ويكون بشاري سنة سورة سودة جديدة وعلمه كرنا إيمانكم حبو زيادة إيمانكم سيد سبو زيادة وانو النقصامة مالك إيمانكم ضاعدة يقين تا زيادة مالك سورة سودة معنى هذه برسو كوي هرانا معنى هذه يقين سيس كسيبو أغور رغمية مالك سوكو فرعسانيا علم قد ألا يسو كردي علم يران تواجه لي علم قد ألا يسو كردي يكو فرعسانيا قفت مومن كاهي فأما الذين كوا آمنوا مؤمنوا بي فزادتهم وحي أزيال سورة داسي إيمانا بأزيال وهم يبنى يستغفرون ويكفر حسين ويكفر شاري سنة الحمد لله فانت علم قاسا سوكر بي بيليهم وأما الذين كوا في قلوبهم قلبيال كوضا مرض شرك كجرته منافق نمو إيا شرك با كجرة فزادتهم وحي أزيال خيصا قرم بأزيال مضموما لوجه إلى شيء قرم خوضي هوري قال لي مري هوري شكي هوري يا شكي كلا أغسي بيري وقيمتي هوري الدين تأهيد أي كشكي سنايين تنو أي كشكي وقال لي ما عصوبة كصوب بيرتين أو أي شكي قولوك واح قولوك لقى عبر ياي وقال لي مدوين وما الذين كوا في قلوبهم قلبي يالكوض مرض جرع كجرته فزادت محوزي يعني خيسا قرن مضموما لوقع إلى هسهم كوضي هوري وما توين لمن ايان وهم يمر كافرون قال ايه مرها دي قال لي مدو هيرك لقى لي توبة كين لقى مرها جيني سيدو مشغول يها يؤمى دي سنة يها ريراه ونورا يوحو حمان ايو وحوى يوم بين نفط قبان ايسا وطام عن هذا وحوى عندي قفكو إلى هذا هذا قفك مؤمنك وحوى لقى يا قف مؤمن إيه وكفكرو اسكاشا قيسا انت هتحوق ليه دي واتوبة كيني كرتا يا كوكوسي مهرت هرتا يا كوكوسي موي الله وحولي يهي وما طوي لمن ايان اما وي لنتين وهم يقول كافرون قال ايهين الله وحولي يهي وحن برارك سنة الآن توضا أولا يرون مياري أركين أنهم يجي يفتنون إلى امتحان في كل عام سنة كل أركو مرة هالمرة أو مرتين لبتشير ثم هذا الله يتوبون إلى توبكين ولا هم يذكرون إلى وانتومين الله حليه وحالا وحالا لا يابا الله الميابا لكن وحا عجيبة هل كيسانو وغيران لبتشير بالا امتحاني oo shidda iyo abaar iyo jirri iyo wax daran ba ku dhacay waxa soo dhin waadin isagoo digniintaas ku dhacdayna haddana tooba keenin qalbadeeg waxay ka qabaan marka Allah wuxuu leeyahay waxa soo waa shay ajeeb ah weyn min digniin loo bixiyo haddana aan madaxba kor u qaadin jirra ku dhacaysa wuu bukoonaya xoolihii ba afka galeysa arruntii ba afka gali abaar ba dhacaysa daacun ba imanaya intaas ma baraarugayo in loo digayo uma baraarugayo dadkaas waa dad xun xun weyn awalaa yarawna miyaanay arkaynin annahum iyaga yuftanuuna in la imtixaanayo في كل عام سنة الله أركو مرة هالمرة أو مرتين إلى بشر ما يتأكل عبر قاتم بلليه ثم الله يتوبون هدنا أنا يتوب كينين إن تاسد دقنين هو منش ولا هم يجوا يذكرون ما ينتومين معناه وحلو برا رجنيا ودباتوا يكدع يا ودقنين دقنين بالقصين يا وين كوا كريم ما أديك هدا كيفيته كقول دعاء يا بارته كقول دعاء قاشته كقبته ودقنين الله يمرك كوا حاكين كان قال كرا الله أوتوب كرا ونخو وإذا ما أنزلت مرك لسود جيو سورة سورة نظروا إيجي بعضهم قاركون إلى بعض قارك كلو إيجي قال يقولوا إستقاله هل يراكم ورميدين أركا من أحد أحد ثم صرفوا قدومي مركي سورة دي تماما يئس دوريا إشي كوضها الليا مركي لنعيب بضم بيئسوا دوريا مروا ما دي سنة يانو قصل كينا قرسن كريم إلو أقاذي كي يابيني مرنا وحي خبار دي إن يغل غفر دي حمب كي يابين إن يغل صواقب قبطي بكي يابينينو إن يوحد لكي سان مرتبان إن أي سكبه انتان إسكبه حبه خبان سي وحا إيغل لكي وحشيغي أي رأم مقر
كان تجي شيء سجى بيان بليه وروح ما قارك كتلو الله اللي كيسه كله روح إلى أركان مشينا هريك قدومي يا المركب ودسيا وحيد يدين القرآن كائن إلى جيستان إن يجا واحد بعثك وكوي ما ذي كيا بنيهم وحيد كيا بني قيمة الآن بليه هاي وإذا ما أنزلت مكة إلى دجية سورة سورة نظروا بعضهم قاركوا إلى بعض قارك كله قائلين يجا كقولية هل يراكم ميدن أركان من أحد قفنا ثم صرفوا قدومي علمة وحي لهذين صرف الله الله ما قديه بو الله يلي صرف الله الله ما قديه قلوبهم قلبي يالكون محو الله قلب قوده وقديه بأنهم بسبب أنهم أهم طوضة سبب تيدا قوم قوم إلا يفكهون وحبا أنقراني وحي مجلس وقد دومين قلب قوده هرتك قدوم قلب قوده المجلس بالله يسنين مركات ذات دودين قدومين علمة الإسلام كو حي لهذين إن صرفنا عن الصلاة يالله استعمال وهو انتقلنا هالليلة وانكبوا رموين إن صرفنا عن الصلاة يلا استعمال بيني وقال ذا الله يريه إن صرف الله صرف الله قلوبهم صمت بطال إن صرفنا عن الصلاة الليلة وحكروا الصلاة الليلة هذا إن قرشت الصلاة الدد بينا إن قرشت وعرف يعني إن قليه الليلة هذا في عاد شيخ بري نأخذ باقريه عبد الرشيد شعالي سوفي يا مسألة أدتك أبو براركي وحجي والصلاة إن قرشت إن قرشت محاقوا محاقوا والروح عجي سنبول إن قرشت إن قرشت شيء صلاة إن قليه وهي مركة يا في عاد بركة الفاضة يعني نوع عصا علم ذكر بس لا أنعب ثم صرفوا يقدومين وذاته ودي بيقدومين صرف الله قلوبهم الله نقلب قديم وقديم وحقك قديم بسبب أنهم يقوم ولا يفقهون وحبا عن قرنهم لقد جاءكم حايديهم دبيهم مركة خطاب قاسي مع عربك لي الله الله عربوا هذا الكفر عيا لكن خلق قدرنا ويشفته رسول الرسول من أنفسكم نبتينا هذا يوم إذن لنا لشاء وإذن لجنسيا وفقي سكرانيسا رسول كاسو عزيز أي كو أردتهم لبيس عليكم تشير ما عانيتهم لبكينوا لبي ما عانيتهم تاسي وعلى إلى مصر ويو عزيز توا خبر تقدمي مركا ما عانيتهم عانتكم بعدمي عانتكم عزيز عليه بمعاني فلقات وها إذن كإذن لبي يوم الشقوه إذن قالي سي النار تأدقلي ساري نبي قوي لا أدك تأدب والعرس وكوّل بهرسين يهوي ورسول من أنفسكم إذن كإذن كده شعرات مركا نينو توكتها وحيد دارهن تهي نبي الله محمد قبيل عربة أن قرابة أقل الملبالي قليل قبيل عربة أن قرابة أقل نبي الله محمد ملبالي ولدت من نكاح الله من صفاحنا والنبي ولقي النبي آدم كسر باللو إلى أبيه عبد الله عبد المطالب ولقي بمهربا كسر للشيب وحن مسوا قلنا مركا من أنفسكم صلاة عرب لولي نبي وعرب لا دوي نبي الله محمد إسماعيل العرب المستعرب اللي إلى هذا إلى العرب معنى هذا هو سحرة عرب معنى هذا هو سحرة marka qabiil arab ku abti sida ma jira macnaheedu waa saxar cid soo degto dhaba arab marka arabta ismaaciil iyo nabi ku dhashay al arabun saxarab weeyo ti iraq bi kayma din markii hore marka say feejir hun bay la soo degeen waa arab marka waa arab rasmi ah weeyo laqad jaakum muhaidin min rasulun rasul aw min nafsikum naftin oo idinka idin ka dhashay azizun ay ku adag tahay alayhi dishi samaa'alitum waxa idin dhibaa ku adag oo isagana ay dhibayso harisun ku dadaalaya عليكم على إيمانكم إيمانك إن كنت ذلك وبجد جابني جد در بوفوله يعني بوحول بوسمينه يعني نفسي صور أهرا يا ساد مؤمنين إن قل الله هيدا حريص كنت ذلك عليكم على إيمانكم خوف أن حريص بنا رحيم أن حريص بنا بالمؤمنين بالمؤمنين حق ذم الحراء مؤمنين أن حريص بنا لما جاء الله لي هاي بنا بقول الله يصدر ساري خوف الرحيم وشرف ويد النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء النبي خوف الرحيم نوها مجاهد نبوه هذا قال يهانا أرسل الله منه ونحيلن قال هذا ونحيل بيعده إسلام كأنه نحيل نبوه مؤمنين سنة وأشل سنة يودب على سنة بني آدم فربو يودب على سنة حريص وكد دلال النبي قال عليكم على إيمانكم رؤوف أن حريص بالمؤمنين رحيم أن حريصة لبدا الآيات هذا ضمن وحال إلى آخر ما نزل والله بدي وقت سمد الله بدي وجد وهو يجبان إلى علمته مثل كلا عمر بن الخطاب يدي سعادة بركة القرآن كأورورين يين عمر بن الخطاب إلى الله بني صدحنا أن يكون مرخاتك عنا يدنا إن القرآن تاني كما أقبل كري خزيمة بن ثابت الله بدل آيات إليهم ما خزيمة ها هذا كما أقبل خزيمة وانك وانك نبي عمر كي وانك فيرمي جها وكوكب تدو يري كما هذا نيم سنين لك مرخاتك عوي يا رسول الله فهمت أنا مرخاتك ونبي يقول رمل حكم مرخاتك عجل لم تشوقيني تي أديك كرميسن هاي قولي لازم بيشي يجي بانو هاي قولي ما خزيمة مرك الله بني بورد لك ما لبا كاسوكا عقبالي فإن تولوها دي جيستان
markaad si walba ugu sheegto oo adigoo rasuula oo naftoodiya oo nasiixaynaya oo wanaag la jecel haday jeetaan faqul waxaa tiraa xasbi allah xasbi ku filaashahaygu ka igu filanay allah weeye laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiri ilaa huwa allah maya xasbi allah macnaheedu waxa weeye waxbay yeelimaysaan kulligiin haddaad bannaanka wada martaan waxaad igu yeelaysaan male weye macnihii inta walow hadday jeestaan faqul waxaa tiraa xasbi allah ka igu filanay waa allah لا إله إلا حق لغو عبدان مجر إلا هو إساق مويان عليه الله كالي بان توكلت الثلاثة سارا عد كالون ثلاثة سارا وخير إيواد ووحك الدوني من عليه كالي يان توكلت الثلاثة سارا وهو الله أنا رب العرش عرشك كأو رب أوي عرشك العديم وينا هذا العديم إذا عرشك لغس فيه وهو عرشك الله عبره وأكبر مخلوقات الله عرش وهو الله أبو روح أبوه وين انت كالان مركو يسوه سكلي هدو الله سبحانه وتعالى رب العرش هاي وهي كالون دن دوي كوه سيراون وهو الله رب العرش العظيم عرشه وين ربي لهاوي والله سبحانه وتعالى أعلم.